حالة من الهلع سادت بين سكان ولايات بومرداس وبجاية وججل عقب نشوب عدة حرائق في مناطق الغابات، ما أسفر عن خسائر مادية وبعض حالات الاختناق. وفي محاولة للسيطرة على الحرائق، سخرت مصالح الحماية المدنية جهودها لمحاصرة النيران، كما استنفرت الفرق الطبية لإسعاف المصابين. خطورة النيران وسرعة انتشارها دفعت عناصر الحماية المدنية إلى إجلاء السكان بعيدا عن مناطق الحريق، بينما تكبد الأهالي خسائر مادية كبيرة عدا بعض البنايات المهجورة المنتشرة في مناطق متفرقة. كانت عدة ولايات جزائرية قد شهدت أواخر شهر يوليو ومطلع أغسطس عددا من الحرائق أسفرت عن مقتل 69 شخصا، بينما تتخوف السلطات من أن تفاقم موجة حر قياسية منتظرة في ولايات مختلفة الحرائق الحالية. بينما أعلنت الجزائر أن هناك أدلة على أن هذه الحرائق اندلعت بفعل فاعل، أعلنت منذ أيام القبض على 30 شخصا بتهمة الضلوع في حرائق الغابات.